كل مرة يفتحه السيد ميثم. حين بدأ السيد ميثم ينزل على رأسه بالأدلة من كتبه كالصاعقة، لكن بسبب ارتباكه من أدلة السيد ميثم حين فتحه، وهو السيد ميثم الذي جعله يضحك في هذه المناظرة وبين جهله وغباءه المركب. السيد ميثم ما قصر، فتح تدليسه وكذبه أكثر من مرة. أسأل؟ نعم تفضل. من أول من لطم على الإمام الحسين سلام الله عليه؟ وما الهدف من هذا السؤال يعني مسألة الله؟ لا يعني نحن نلطم فلا بد أن يكون لنا اقتداء بأحد. نعم اللطم في القرآن الكريم. نعم هتقول لي اسمعني بس. فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم، عيب عليكم أن تستدلوا بهذه الأدلة الواهية. يعني أنت بتشبه، يعني أنت بتعمل زي النسوان. طب المرأة أيضا بتلبس خمار، ممكن حضرتك تقلع العمامة اللي لابسها وتلبس خمار؟ المرأة بتغطي وجهها. عيب علينا؟ شنو عيب علينا؟ أنت لست أنا لا الشيخ أسد قصير قال لا يجوز اللطم. ما هو دليلك على اللطم على الإمام الحسين؟ إذا كنت شيعي فجوابك مختلف، إذا كنت مخالف يا شيخ أنا مسلم. ما هو جواز اللطم على الإمام الحسين؟ أين الدليل؟ رضي الله عنها قالت من سفهي وخطأ سني. قالت من سفهي. اسمعني أرد عليك. أم المؤمنين عائشة قالت في الحديث اللي تستدل عليه حينما لم تشعر بنفسها حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت من سفهي وصغر سني أني فعلت كذا ولطمت على النبي. أم عائشة كانت بتلبس خمار، ممكن أرى حضرتك دلوقتي بتلبس خمار كالنسوان لدم تريد أن تقتدي بالنساء مثلا، لدم أنت عايز تلزمني بذلك؟ ممكن أشوفك لابس خمار كالنسوان؟ حبيبي اسمع الجواب، يعني أم عائشة كانت صغيرة وأخطأت، وأنت حينما تستدل على هذا بخطأ أقول لك يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وخرج وترك قومه، ممكن تقتدي به؟ سيدنا موسى قتل نفسه بالخطأ وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ممكن تخرج وتقتدي بسيدنا موسى وتقتل أحد؟ بطلوا جهل بقى. ما هو الدليل على جواز لطمكم يا روافد؟ اسمع يا ابو جهل، اما تعرف انا ممكن اقول لك ابو جهل دوت هو مثلا الخميني، ابو جهل السيستاني. ان شاء الله حضرتك تأدب معايا علشان اتأدب معاك. هات الدليل على جواز اللطم. تمام كيف الباس ابو جهل. طيب شكرا. هات الدليل على جواز اللطم. لبستوا العمامه دي على ايه؟ بتضحكوا على عوام الشعب بهذه العمامه ليه؟ هات دليل على اللطم. ما هو دليلك انك بتلطم؟ هات حتى لو من كتبك. طيب هات دليلك من على جواز اللطم. سيبك من الصحابه، لو راجل هات دليلك. بتلبسوا العمامه دي وبتضحكوا على سامعين يا عوام الشيعه، ما في دليل. لماذا تتبعون هؤلاء الفسقه؟ ما هو دليلك على اللطم؟ هات الفسقه انت وعلمائك. والله الفاسق اللي يرضى لابنته البكر ان تتمتع بغير اذنه، كما قال سيدك صادق الشيرازي وكما قال سيدك المدرسي. يعني لو انت عندك اختك وفتحت الباب لقيتها مع واحد وقالت لك انا بقلد الشيرازي لا تستطيع ان تتكلم، قالت لك انا بقلد حسين الطبطبائي لا تستطيع ان تتكلم لانه اجاز التمتع البكر بغير اذن وليها. ما اسمع الفاسق اللي يرضى متى اهوت. انتوا رضيتوا هذا على نسائكم. اطلب منك ثاني عشان ما تغيرش الموضوع، خليك محترم نحترمك ان شاء الله. هات الا ادبك هنغسلك من دينك. ما بنسبش، انا دلوقتي ما سبيت، انا غسلتك من دينك. هات لي دليل على جواز الله. اسمع يا رامي، يعني عرفنا اهو، يعني عرفتنا انا مين. هات دليل على جواز الله. تونس القضية الواقع. طيب ايه اللي مسكوه تونس قضية الواقع مع امير السعودي تعرف منه؟ طيب نتباهل انا وانت على ذلك الان. لعنة الله على اسمعني بقى. شوف 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 بدأت علشان اول حاجة تعمت في الصحابة صديتك، تعمت في سيدنا عثمان برضو وزوجة النبي صديتك معرفتش ترد، رجعت لك السؤال تاني بدأت تطعن فيا وتتهمني. دين قذر، دين ما هكذا كان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات دليل على اللطم يلا. هات دليل على اللطم يلا. ما هو دليلك على اللطم؟ أنا ابن حرام؟ ابن حرام وتربية شوارع. شكرا. سامعين يا شيعة؟ سامعين يا شيعة؟ دي أخلاق سيدنا علي؟ دي أخلاق سيدنا الحسين؟ نقفل نغلق حتى يعني لا تستمعوا إلى قذارة المعممين، ده لسان المعممين فعلا. ده لسان الحقيقي للمعممين. فيعني
نعتذر لكم على هذه الألفاظ السوقية، ولكن يعني تحملوها، نعمل إيه؟ لابد أن نفعل ذلك من أجل فتح هؤلاء عوام الشيعة حتى لا يتبعون أمثال هؤلاء. نسأل الله أن يهدي عوام الشيعة من أيدي هؤلاء الضالين.